يزعل ولا يتخلى. ويل للعرب من شر قد اقترب، نسأل الله السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، ما نراه من سيول في المغرب وفي الجزائر وفي السودان وفي اليمن وفي بلاد الحرمين الشريفين وفي أمريكا وفي الصين، هذا أمر إن دل فإنما يدل على غضب الله على المخلوقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فزع النبي عليه الصلاة والسلام من نومه في يوم من الأيام وهو يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج وحلق بين السبابة والإبهام صلى الله عليه وسلم، فقالت زوجته رضي الله عنها زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا طلبة العلم؟ أنهلك وفينا الدعاء إلى الله؟ أنهلك وفينا الصالحين والصالحات؟ النبي عليه السلام قال: نعم، إذا كثر الخبث. ووالله لقد كثر الخبث، كثرت المنكرات في بلاد المسلمين. فأنت ترى على مدار 24 ساعة تيك توك رجال ونساء لا يركبون في مؤمن إلا ولا ذمة، كثر الخبث. عري لا يرضي الله سبحانه وتعالى، غناء وموسيقى لا ترضي الله سبحانه وتعالى. ولا تتعجب، فالنبي عليه السلام في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها تكلم عن بلايا آخر الزمان، فقال عليه السلام: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف أو خسف بأولهم، يخسف بأولهم وآخرهم. فالسيدة عائشة قالت: يا رسول الله، كيف ذلك وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ يعني رجل خرج إلى الصلاة، رجل خرج إلى السوق، امرأة خرجت إلى قضاء حاجة، فيهم الصالح وفيهم الطالح. فالنبي عليه السلام قال: يهلكون مهلكا واحدا ثم يبعثهم الله على نياتهم. المنكرات كثيرة منتشرة في بلاد المسلمين، في مصر وفي تونس وفي المغرب وفي كل مكان، والأمر لا يخفى على أحد. منكرات لا ترضي الله سبحانه وتعالى، مخالفات لا ترضي الله سبحانه وتعالى، كبائر وصغائر. حتى في بلاد الحرمين الشريفين رأينا في موسم الرياض أشياء منكرات لا ترضي الله، ويريدون أن يقيموا سينما كبرى، صالة أكبر صالة في العالم في مكة، في مكة المكرمة عند الحرم المكي. دي منكرات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه يوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده ثم يدعونه فلا يستجاب لهم وأسفاه. ناخد فاصل ونواصل. ما شاء الله تبارك الله، سيول وادي بن عناء، شمال شرق مكة المكرمة. Thank you.
إخواني الكرام، لا مخرج لنا من هذه السيول، فهي من غضب الله على هذه الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. تخيل إن أناس يلبسون زي الإسلام ويدعون أنهم يحكمون شرع الله، ويأتون بالراقصات، ويأتون بالغناء، ويأتون بالفحش، ويأتون بالمشروبات، ويكونون مشروبات روحية وهي كبيرة من الكبائر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا مخرج لنا إلا بالرجوع إلى الله، إلا بتحكيم شرع الله، إلا بتطبيق ما جاء في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الصالح. توبوا إلى الله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. لا تغتر بحلم الله عليك، فالله سبحانه وتعالى يقول: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. توبوا إلى الله، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وهو القائل عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ينادي علينا حين يبقى ثلث الليل الآخر: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة أقضيها له؟ فلا يزال كذلك سبحانه وتعالى حتى يضيء الفجر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها، وطلوع الشمس من مغربها علامة من علامات الساعة الكبرى، من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فالله كريم رحيم. اسمع هذه الآية، قال عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقعت في كبائر أو صغائر؟ قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. تستمع إلى الغناء، وقعت في كبيرة من الكبائر أو صغيرة من الصغائر، اعلم بأن الله كريم، اعلم بأن الله رحيم، لكن لا تؤجل التوبة. لقمان الحكيم كان يقول: يا بني لا تؤجل التوبة فإن الموت يأتي بغتة. قال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالبدار البدار قبل فوات الأعمار. أسأل الله عز وجل أن يحفظ بلاد الإسلام والمسلمين من السيول والفيضانات والبراكين والصواعق والرعد، فهذه جنود من الله، ولله جنود السماوات والأرض. أسأل الله أن يسلمنا وإياكم، أن يحفظ إخواننا وأخواتنا في بلاد القدس الشريف. اللهم آمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.